السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المشاهدين؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. الموضوع ديالنا ان شاء الله في هذا الفيديو هو تصوير واحد 3 ديال القطع ارضية للبيع. ابقوا معنا ان شاء الله الى نهاية الفيديو. السلام عليكم. هذه بقعة ارضية الاولى اللي هي فيها المساحة ديالها 138 متر، وفيها ثلاثة ديال لي فاس، ثلاثة الفرصادات، يعني طروافاس، فيها طروافاس، يعني فاس من هنا، وفاس من هنا، وفاس من هنايا على الزنقة. هو فيه السفلية وثلاثة ديال جوج ديال ليطاج الفوق ديال السكن، لتحت فيها الفران، عندها الفران لتحت البلان، عندها الفران لتحت وجوج ديال السكنات الفوق، يعني ار بلس دي. الثمن ديالها 26 مليون، 26 مليون الثمن ديالها. يعني بقعة زوينة فيها ثلاثة ديال لي فاس، وفيها جوج سكانين الفوق وفران لتحت، يعني هو جاي على الشارع من هنا، على الشارع هو هذا، وعندها الزنقة من هنايا. وحدها حمام، هذا حمام، الموقع ديالها زوين جميل. هي الزنقة اللي حداها من هنا، عندها الزنقة من هنا خارجة، وعندها الشارع من لهي، والزنقة من هنايا، هذه الزنقة والشارع، وهاد البلاصة عندها فرصادة من هنا خاوية، ومن لي خاوية، ومن هنا خاوية، ثلاثة ديال لي فاس. هادي بما يخص هاد البقعة الأولى. البقعة الثانية هي هادي، اللي هي المساحة ديالها 144 متر، الثمن ديالها 24 مليون، وفيها يعني فاس واحد، عندها فرصادة واحدة، يعني الموقع ديالها تا هو زوين. الموقع ديال هاد هاد الأرض، هاد القطعة أرضية زوينة، زوينة بزاف، تا هي فيها واخا عندها فرصادة وحدة، يعني فاس واحد، راه مزيانة، تا هي جاية على الزنقة، والشارع الكبير هو قريب ليها من هنا، كتشوف الشارع الكبير. هي هادي القطعة، هي هادي على الضال الحمراء، هي ما كتشاهدو، هي هادي، هو من هاد الجهة، هي هادي على حد الدار الحمراء، على حد هاد الصبغة الحمراء، هي هادي من هنا، حتى لهنا. انا دابا غادي نعطي بالظهر لهاد الدار الحمراء، وغادي نرد الاتجاه. هي هادي، هي ما محفوراش وما محددهاش،
يأدي من جهة أخرى. هي دي بقعة زوينة، كاين بعض التفاصيل باقين في هذا المنزل، يعني شحال من سكنة فيها، شحال من طبق فيه، هو اللي بقى لنا. حتى ان شاء الله نخلي لكم الرقم التليفون في الفيديو، اتصلوا في الرقم التليفون غادي تلقاو التوضيحات اكثر. الموقع ديال هاد البقعة يعني زوين وكبيرة، 144 متر، ماشي سهلة. هادي هي يعني التفاصيل ديال هاد البقعة الأرضية هادي. دابا غادي ننتقل ان شاء الله للبقعة الثالثة. نشوفوا هذه القطعة الثالثة ان شاء الله. دي هي كتكون من 139 متر، الثمن ديالها 26 مليون، عندها فاص واحد ان فاص. كما كتشاهدوا هي هذه البقعة، يعني بقعة في النمرة في هذا، يعني في موقع زوين. هي هذه من هنا من جهة أخرى، هي من هنا، من هنا لديك الدار الحمراء، هي هذه من هنايا. هذه هي الزنقة اللي دايزة قدام الدار، هي هادي. نشوفو من جهة أخرى عاوتاني، هي الموقع ديالها زوين، قريبة لكل شيء، هي في الظهر ديال الطريق الكبيرة، هي هادي الطريق، هي هادي الطريق الكبيرة. اللي يتذكر هاد البقعة الأرضية اللي صورنا اليوم راهم محفظ، راه عندهم التحفيظ والتيتر ديالهم ناضين، ولا عندو شي استفسار اخر ولا شي حاجة اتصلوا على الرقم اللي في الفيديو، وعاوتاني تعرفوا بزاف د الحوايج اللي بغا يسول على شي حاجة يتصل. وهذا هو النهاية ديال هذا الفيديو ان شاء الله، نتمنى يكون ينال الاعجاب ديالكم، اشتركوا في القناة، استعملوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.